موجز الثامنة من أون لايف، أهلا بكم. توجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى ألمانيا لحضور مؤتمر حول السلام العالمي بعنوان طرق السلام. ومن المقرر أن يلقي شيخ الأزهر خطابا مهما بالمؤتمر حول التعايش السلمي والحوار بين الحضارات والتأكيد على قيم التعايش والسلام. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن رياحا قوية تقترب من قوتها من أعصار إيرما ضربت سلسلة جزر فلوريدا كايز. وأشار المركز أن الإعصار يحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى 205 كيلومترات في الساعة. هذا وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تراقب الوضع بشأن إعصار إيرما على مدار الساعة. وقال ترامب أنه وافق على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية. وتشير التقديرات الأولية لأضرار الأعاصير التي ضربت منطقة الكاريبي وجنوب شرق الولايات المتحدة إلى أن كلفة الخسائر على شركات التأمين قد تصل إلى 150 مليار دولار. استضاف زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون احتفالا كبيرا لتهنئة العلماء والفنيين النوويين الذين أشرفوا على سادس وأكبر تجربة نووية أجرتها البلاد قبل أسبوع. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي أقام مأدبة شهدت عرضا فنيا والتقاط الصور من أجل الإشادة بالعلماء النوويين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.